هكذا احتفلت روضات ومدارس صحنايا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، حيث أحيت فرقة أنس الخراط الاحتفال بمجموعة من الأناشيد الدينية والأنشطة التفاعلية. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، هي فرحة من الفرحات يلي بنبدعها نحن مع الأطفال لحتى يكون في هذا التعاون والمحبة المزروعة بين كل الاحتفالات. هي مانو احتفال ولا عبادة، هي من نوع من أنواع السعادة اللي بترسم الضحكة للطفل بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. عملنا شوية أنشطة مع الأطفال من كعبة وحمام والغار، وشان نعرفهم هاي الطقوس وهي المبادئ اللي ربوا علينا أهلينا وأجدادنا. كانت فرحة الأطفال كتير جميلة جميله، واجت الفرقه تبع انس الخراط كمان كثير يشكروا، كثير عملوا لنا رقصات كثير محببه للاطفال، ومعهم هن بالاصل اطفال رقصوا المولويه الحلوه، وكان الجو كله فرح وسعاده، وان شاء الله يا رب كل عام وهن بخير وتنعاد على الجميع بالصحه والسلامه. وبهذه الاجواء التي يعمها الفرح والسرور، احتفل هؤلاء الطلبه بعيد المولد النبوي الشريف بتفاعلهم مع الأناشيد والدوران المولوية. ندخل الفرح والسعادة لقلوب طلابنا الأطفال بعد الضغط اللي عاشوه الفترات الماضية، فمتمنى أنه نكون نحن نقدم لهم نوع من السعادة والفرح لقلوبهم بهاي المناسبة اللي بتتزامن مع ذكرى حرب تشرين التحريرية اللي قادها قائد المؤسس حافظ الأسد، وإن شاء الله أنه نحن نكون بمدارسنا جند أوفية لقائدنا بشار الأسد في حمل الرسالة وإيصال هذا الجيل إلى البر الأمان والمكان المنشود. أما هؤلاء الطلبة أحيوا المناسبة على طريقتهم بتقديم الأناشيد التي تدربوا عليها. حبينا هيك نعمل هي الفقرة السريعة إنه لنشارك بهذا المناسبة الكتير حلوة ومهمة، وطبعا نحن عم نشكل هلأ أوركسترا من أطفال المدرسة عم بيتم تدريبهم بأوقات معينة، إن شاء الله بكرة هيك لقدام تسمعون أخبار حلوة. تنوعت الأناشيد وتوحدت الحناجر التي صدحت بكلمات تحيي قدسية المناسبة كعادة أصيلة توحد قلوب السوريين على المحبة والإيمان.